مثل ما وعدكم الجيفاوي اللي قلنا بنسويه على 5 دولارات ايتونز. فيلا خلنا نسحب. بسم الله الرحمن الرحيم. وطلع الاسم احمد حامد 24. ما عندي انستغرام، هذا حسابي في تويتر احمد حامد اندرسكور 23. مبروك عليك يا احمد حامد، وان شاء الله بترسل اياك تويتر علشان نسوي الجيف اوي واعطيك الكود. مبروك عليك حبيبي، وما بزعل ولا احد. كل مرة بسوي جيف اويهات، مو بس هذه المرة، كل مرة راح اسوي جيف اويهات ان شاء الله. وبس انا احتاج دعمكم لا شيء غير، وانتم ابشروا بالجيف اويهات اللي راح اسويها من كل ناحيات من الجيف اويهات. يعني ما بقصر اياكم في اي شيء اللي تطلبونه، انا انفذ القناة قناتكم مو بس قناتي. وشكرا على مشاهدتكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وشكرا على دعمكم مستمر. اتمنى تنشرون هذا الفيديو، وان شاء الله ان شاء الله راح اكلم اللي هو احمد حامد 23 في الانستغرام، اقصد في تويتر، وراح ارسل له واتراسل اياه ان شاء الله علشان اعطي الكود مال بطاقة الايتونز. واذا وصل الكود اتمنى ان يكتب لكم في هذا الفيديو هل الكود وصل له، وطبعا هو نفذ الشروط والحمد لله. فبس يا شباب مع السلامة، ومثل ما تشوفون ما بقى لنا شعر 1100 مشترك، فيلا خلنا نجيبها يا شباب. مع السلامة.